لا زالت تتواصل عمليات انضمام الأحزاب السياسية إلى الحركة الوطنية للإنقاذ في احتفالات شعبية، وذلك نسبة لإعجاب هذه الأحزاب ببرامج الحركة الوطنية للإنقاذ. واليوم انضمت الحركة من أجل الديمقراطية والازدهار. رئيس اللجنة المنظمة لاحتفالات الانضمام المستشار علي عبد الله إبراهيم رحب بأعضاء الحركة المنضمين إلى أسرة الحركة الوطنية للإنقاذ. إن أملا مثل انضمام الحركة من أجل الديمقراطية والازدهار يمثل خطوة حقيقية نلاحظها بسعادة. أسمح لي باسم رئيس الجمهورية إدريس ديب يتنو، رأس الدولة، رئيس الحكومة، رئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ والأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ، أن أجدد لكم شكري وعرفاني. عقبه المستشار الدكتور حسين مسار حسين، هو الآخر امتدح سياسة الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ. ولقد انطلقت مسيرة الجمهورية الرابعة، وأصبح الباب مفتوح أمام جميع المخلصين لهذا الوطن أن يساهموا بجهودهم وعطائهم السياسي. ولذلك نحيي اليد الممدودة التي طالما قدمها وما زال يقدمها السيد الرئيس إدريس ديب يتنو لجميع التشاديين في الداخل والخارج، لأن الوقت قد حان بأن نتحد جميعا خلف رئيس الجمهورية، لأنه قائد وطني شجاع. رئيس الحركة من أجل الديمقراطية والازدهار قال إن هذا الانضمام جاء نتيجة للتفكير العميق وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح. نقدم خالص الشكر إلى فخامة الرئيس الأب المؤسس للجمهورية الرابعة. لقد أصبحت بلادنا اليوم حرزا للسلام، واستعادت الجمهورية استقرارها، كل ذلك بفضل الرؤية التي يحملها هذا الرجل. بعد كل هذه الكلمات اختتمت المناسبة الأمينة العامة النائبة الأولى للحركة الوطنية للإنقاذ مدام ماتشيبيان باتشاريتا، قدمت باسم الرئيس المؤسس إدريس ديب يتنو الشكر والتهاني إلى أعضاء الحركة من أجل الديمقراطية المنضمين، مؤكدة بأنه لا فرق بين مناضل قديم وجديد، الفرق يكمن في العطاء والعمل الذي يقدم للوطن، وأن في الاتحاد قوة، وهذا الانضمام خير دليل على توافق رؤية الحزبين لخدمة التنمية التي يقودها رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي.